إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. يا حج. نعم يا حاج. رش اوض الدار كلها كويس بالمبيد الحشر اللي احنا جبناه لك ده، اهو كتري منه كتير في كل مكان عشان الحشرات تموت. الواحد مبقاش عارف ينام من الحشرات دي بصراحة، يعني الواحد الجسم اتهرى وجتته اتهرت منها. حاضر يا حاج، لازم هرش، لكن لما تمشي انت وولادك تروحوا الشغل، انا هرش المبيد الحشري في كل مكان ان شاء الله، في كل الدار. لا رش دلوقتي، رش ولا يهمك، انا والولاد متعودين على الحاجات دي من زمان، كنا برشها في الغيط. رش ولا يهمك. لكن ده خطر يا حاج على صحتكم، لازم تبعدوا خالص عشان اعرف ارش كويس، وما تبعدوش من المبيدات الحشريه دي، ده سم والعياذ بالله، ربنا يحفظكم منها. ده انا كنت كمان سمعت من الدكتور في الراديو وهو بيقول ان لازم نرش بتعليمات معينه، يعني لازم نخلي بالنا واحنا بنرش اي مبيد عشان ما يضرناش، وانا هعمل زي ما قال الدكتور بالظبط. والدكتور قال ايه يا حاجه بقى؟ اسمع يا حاجه قال ايه. التعرض للمبيدات الحشريه ممكن يتسبب في تسمم بسبب استنشاقها او امتصاصها من خلال الجلد او ابتلاعها عن طريق الخطأ، وايضا التعرض المزمن للمبيد لفترات طويله ممكن ينتج عنه اثار سلبيه تضر بالصحه زي اضطرابات الاعصاب، عيوب خلقيه في الاجنه، مشاكل في خلايا الدم، وقد يؤدي الى اورام سرطانيه. المبيدات بتعمل كده لاحتوائها على مواد خطيره اسمها الفوسفات العضوية، علشان كده في تعليمات ونصائح مهمة جدا لتجنب ضرر المبيدات، وهي أولا تجنب استنشاق المبيد أثناء الرش، وتجنب الرش المباشر على المفارش أو الأواني المنزلية أو أسطح إعداد الطعام، ويجب ارتداء كمامة واقية وجوانتي. استخدم المبيد بالرش المباشر على الحشرات في أماكن تواجدها وفي شقوق الجدران مثلا والأماكن اللي هي بتستخبى فيها، ويجب إخراج كل من كبار السن والأطفال الصغيرين من المكان اللي هيتم الرش فيه. وبعد الانتهاء من رش المبيد الحشري يجب غسل الإيدين جيدا بالماء والصابون، وبعد كده نهوي الغرفة اللي رشنا فيها كويس جدا وننظف الأسطح بعناية لما نيجي نحب نستخدم هذه الغرفة مرة أخرى. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.